الطريق هاك تشوفها الشيف، هاك تشوفها اخويا، والله عندنا وليدات يقراو هنا، والله كيصبوا النور وراحوا غارقه كامل. وعلاه؟ احنا مواطنين وخلقين هنا في البلاد، فهمت يا اخويا؟ والله رانا نشوف كليرج ما كانش، كل مره يكذبوا علينا نقول لك انا ندير لكم نعمل لكم نعمل لكم، ما كان حتى شيء. النو كي تصب هنا تدخل لي كو تدخل لينا للديار من هنا، فهمت؟ الزبال هاك تشوفون يروحوا فيها، الطريق محفره ما تلقاش ناس وين تمشي السيارات، الوسخ هاك تشوف فيه، نرجو منهم يجوا يقولوا لنا الطريق. نعانوا من الزباله، ما جيناش الكاميونه نهائيا، الطريق ماشي باهيه، حتى باش تهز تاكسياري ما يقول لك ما نهبط لكش المرج، حتى ظل عندك مريض ولا حاجه ما يجيكش. صحيح تلقينا انشغالات المواطنين وتنقلنا نعاين المكان وشفنا الحي كارثي ما فيهش التهيئه، صراحه تنقلنا انشغال السيد والي الولايه والسيد رئيس البلديه وكذا السلطات، واتخذنا فيه الاجراءات، تم المنح المؤقت لمقاوله الانجاز لانجاز الطريق المحل الامن الحضري السابع الى غايه ترميم تهيئة جميع الأحياء، إن شاء الله رون المنح المؤقت في القريب العاجل جدا ينطلق المقاول.